تحسين وتطوير مراقبة مؤسسات المعلمين من خلال مشروع جديد للقانون المراقبة التي من شأنه أن يقوي المراقبة البادية وأن يعمل على تركيز التدبير المتكز على النتائج. ولأن حزب الاستقلال شريك في الحكومة ويسير قطاع المالية، فالعرض كان مستفيضا حول ما تقوم به الحكومة من أجل تقوية الشفافية في المجال الاقتصادي.